الخبر التالي بعنوان احتضان الأبناء ينمي ذكائهم ويرفع معدلات نموهم وشعورهم بالأمان. احتضان الأطفال ثقافة غائبة عن المجتمع المصري، فعندما يتم سؤال الأب والأم عن آخر مرة قام فيها باحتضان طفله لا يتذكرون ذلك، لأنهم يعتقدون أن احتضان الأطفال يتسبب في تدليلهم الزائد. وعلى الرغم من ذلك أن بعض الآباء لا يحتضنون أطفالهم، إلا أن ذلك يوجد له الكثير من الفوائد الصحية والنفسية على الطفل. مهم جدا ان احنا نقرب لاطفالنا، مهم جدا ان احنا نحتضنهم ونحسسهم بالامن والحنان، ده هيفيد الطفل بشكل كبير جدا. طيب نعرف اكثر واهميه يعني ان احنا نقرب لاطفالنا واولادنا ونحتضنهم من الدكتوره هند عصام، خبير نفسي في شؤون الطفل. السلام عليك يا دكتور. السلام عليكم، ازيك يا دكتور؟ صباح الخير. اهلا بحضرتك، تحياتي ليك يا فندم. تحياتي ليك. دكتور هند، للاسف في مفهوم خاطئ كده لدى اولياء الامور، لكن لما انا احضن ابني وانا اقرب منه ممكن ده يعني انعكس عليه بالدلال الزايد، يبقى كده ولد متدلع شويه. تصحيح المقوله دي واهميه ان احنا نتقرب لاولادنا ونحضنهم بشكل كبير، ده ممكن يفيدهم في ايه؟ حاجات كتير قوي. ده اول حاجه خالص، ان بحس ابني بالامان، بحس ان انا بحبه وبعبر له عن حبي بحاجه يحسها الطفل. الطفل كلمه بحبك او حتى يبقى انا بس بعاقب، فهو الطفل ما بقاش حاسس بالامان معايا. تمام، ولكن لما اقول له بحبك واحسسه بالامان طبيعي، ولازم احسسه، ده بيحسسه اكتر ان انا متقبلاه. لو انا كاب وام مش متقبل ابني، وابني مش شايف غير اني بعاقبه وبس، امال هو مين هيحبه ومين هيحترمه ومين هيتقبله غيري؟ صح. بشكرك جدا يا دكتور هند عصام، خبير نفسي في شؤون الاطفال. جميل جدا ان احنا والله نحضن